الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، حقوق الإنسان، التعتيم الإعلامي الذي فرضه المحتل المغربي والوسائل الكفيلة بتعزيز الدولة الصحراوية هي أهم نقاط متناولة في الندوة الأوروبية المنعقدة بلاس بالماس الإسبانية، مواضيع اتفق الحاضرون هنا على العمل لتحقيقها. نحن هنا بمناسبة الدورة 45 للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وأنا جد سعيدة لألتقي بمختلف ممثلي الدول المتضامنين مع الشعب الصحراوي الذي قاوم المستعمر المغربي لسنوات عديدة، خاصة في هذه السنة المتميزة بوضع جديد يتمثل في عودة الحرب، وأكد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بأن الاتفاقيات المغربية والاتحاد الأوروبي لاغية باعتبار أنها تتضمن الصحراء الغربية. صبر الصحراويين قد نفد من الاستعمار المغربي، ونحن هنا لبحث الطرق الجدية الكفيلة بتحقيق استقلال الصحراء الغربية. معاناة المواطنين الصحراويين الذين طالما عانوا ويلات هذا الاستضمار من خلال العيش في مخيمات اللاجئين يجب أن تنتهي حسب الناشطين الحقوقيين المشاركين في الندوة. حق الشعب الصحراوي واضح جدا، لا يمكن الاختلاف فيه، لديه الحق في تقرير المصير والحق في تنظيم الاستفتاء، كما لهم الحق في تقرير مستقبلهم ومستقبل أرضهم، الأرض التي لا طالما بقيت مستعمرة ويعيش الكثير من سكانها في مخيمات لاجئين. والآن نعمل على إيجاد حل لهذا الصراع وأخذ المواطنين بعين الاعتبار وتجسيد حق تقرير المصير الذي كان يجب أن يتجسد منذ سنوات. ندوة جمعت 3 قارات ببلدانها المختلفة، من بينها الجزائر التي مثلها 12 برلمانيا أكدوا بدورهم على التزام الجزائر الثابت في دعمها للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره.